بكم من جديد. يبدو أن الأزمة الإيرانية خطت اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى عاشوراء خطوة جديدة نحو مزيد من التعمق وإراقة الدماء. فقد تحدثت مواقع الإصلاحيين اليوم عن اتساع رقعة المظاهرات والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن لتشمل شتى أنحاء العاصمة طهران. وتحدثت المواقع عن لجوء الشرطة إلى استخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين وحتى إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين في طهران، وهو ما اعترف به التلفزيون الإيراني هذا المساء، وكذلك الشرطة التي تحدثت عن اعتقال 300 شخص. كما امتدت الاشتباكات إلى مدن إيرانية أخرى كأصفهان وقم ونجف أباد مسقط رأس منتظري الذي يصادف اليوم أيضا مرور 7 أيام على وفاته. وتشير التطورات على الساحة الإيرانية اليوم إلى أن الكثير من المحرمات قد تم تحطيمها من خلال الاستخدام المفرط للقوة بالتزامن مع عاشوراء التي يعتبر النظام من أشد الحريصين على إحياء ذكراها. فهل عمقت عاشوراء الخلاف بين طرفي الأزمة في إيران؟ ما بين شعار كل ما لدينا من عاشوراء الذي رفعه زعيم الثورة الإيرانية الإمام الخميني وبين ما تشهده إيران اليوم في يوم عاشوراء، حدث الكثير من التغييرات على أسلوب التعاطي مع الشعار وحتى مع المفهوم الذي أسس له الخميني لقيادة إيران. ما تشهده إيران اليوم وما شهدته بالأمس يشكل مؤشرا على تحول كبير في الأزمة التي يواجهها النظام الإسلامي وتعاطيه مع الحركة الاعتراضية الشعبية بكل تياراتها الإصلاحية والعلمانية. ما حدث بالأمس من اقتحام قام به عناصر من البسيج التابع للنظام لحسينية جمران مقر الإمام الخميني وقطع الطريق على الرئيس السابق محمد خاتمي ومنعه من إلقاء محاضرته يمكن اعتباره ضربا لحرمة وقدسية الخميني ومقر إقامته من قبل التيار الذي يقول أنه يتبنى الدفاع عن قيمه وثورته. وما حدث اليوم صباح الاحتفال بذكرى عاشوراء التي يعتبرها الشيعة دعوة لمحاربة الظلم والاستبداد والتصدي الدموي للمحتفلين بهذه المناسبة يعتبر أيضا ضربا لحرمة هذه الذكرى. إراقة دماء المتظاهرين تحت شعار الشعائر الحسينية سيدفع باتجاهين، الأول شعبيا نحو مزيد من الإصرار على الحركة الاعتراضية لإسقاط ما تبقى لدى النظام من ذرائع دينية، والثاني سيدفع النظام لمزيد من القمع في محاولة لاستعادة هيبته التي يرى الكثيرون أنها اهتزت منذ أن عجز عن وضع حد للتظاهرات الأولى التي خرجت معترضة على نتائج الانتخابات وعدم قدرته على إقناع الرأي العام بصحتها ونزاهتها. حسن فحص، العربية. وللحديث في هذا الموضوع معنا من الخرطوم أمير موسوي المحلل السياسي الإيراني، ومعنا من لندن الدكتور مهرداد خنساري الباحث بمركز الدراسات العربية الإيرانية، ومن القاهرة محمد عباس ناجي الباحث في الشؤون الإيرانية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع ضيفي من الخرطوم سيد أمير موسوي. هل ما نشهده الآن على الساحة الإيرانية على الأقل لو أخذنا اليوم والأمس مثال على ما يحدث من مصادمات بين رجال الأمن والمتظاهرين يمكن أن يعتبر فعلا تحول كبير في الأزمة الإيرانية، الأزمة الداخلية الإيرانية؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أصحح بعض ما ورد في التقرير، في الحقيقة هناك مسيرات كانت كبيرة ومليونية، احتفل الناس بذكرى عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كل أنحاء إيران، وخرجت الملايين بل عشرات الملايين بهذه المناسبة عزاء بهذه الذكرى. لكن طبعا في المقابل خرجت بعض المجموعات التي ناصرت الإصلاحيين طبعا، وحصل نوع من الاشتباكات داخل شوارع طهران وخاصة في مناطق وسط طهران، يعني شارع انقلاب وشارع آزادي. وطبعا بعد أن استخدم المحتجون ربما بعض الحجارة وبعض الأساليب ربما خرجت عن عادتها القديمة، استخدمت الشرطة في سبيل يعني استخدمت الهراوات واستخدمت غاز المسيل للدموع للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على أمن واستقرار